أما ما سألت عنه هل هناك سنة نبوية مهجورة لإجابة الدعاء، فيقال جاء عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن. قال: تسبحين الله عز وجل 10، وتحمدينه 10، وتكبرينه 10، ثم سلي حاجتك، فإنه يقول: قد فعلت قد فعلت. وهذا الحديث صحه الألباني رحمه الله والحاكم والذهبي، لكن متى يقال؟ قد قيل إنه يقال قبل الدخول في الصلاة، وقيل في الاستفتاح، وقيل بعد التشهد، كما هو تبويب النسائي باب الذكر بعد التشهد، وقيل بعد الصلاة كما قال العراقي برواية أبي يعلى وغيره: إذا صليت المكتوبة فسبحي. والترمذي وضعه في صلاة التسبيح، لكن يعلم أن جملة سلي حاجتك قد ضعفها الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة.